سيد الرئيس، السيد الوزير، ربما قد تكون هناك مجهودات بالفعل، ولكن كاين اشكالات حقيقيه. مدينه طنجه مدينه فيها مليون نسمه، اضافه الى اقليم الفحص انجره اللي كيجيو المستشفى محمد الخامس. الوضعيه ديال قسم المستعجلات وضعيه كارثيه، لا يمكن الاصلاح ديالها ببضع دريهمات قليله، وانما خص استراتيجيه ديال التوسيع وديال الاصلاح. فبالتالي لا يمكن ان نقول بانه هذا المستشفى هذا بركه عليه وقف. مدينة طنجة تعاني الآن في قسم المستعجلات فيها. ثم السيد الوزير، أين وصل مشروع المستشفى الجامعي؟ شكرا. دعوة المستعجلات القديمة، دابا كاين مستعجلات جديدة وجديدة جد مجهزة اللي غتحل الأبواب ديالها في بضعة أيام ولا أسبوع أو أسبوعين إلى الأكثر، جديدة. وحنا تنخدموا ما بغيناش بكل صراحة أنه نضخوا أموال ضخمة للتجهيزات البيوتية كلها تتحتاج أموال وأمان، في حين احنا تنبديو مستشفى جامعي، استشفائي جامعي من الطراز العالي. فاحنا تنحاولوا انه الناس ما يبقاوش بلا خدمات صحيه، ولكن كذلك تنركزوا، لان كتعرفوا مستشفى جامعي استشفائي جامعي الشيء ديال طنجه 2 مليار و230 مليون درهم. شكرا لكم سيد الوزير.